السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق حصة الدوائر اللغوية مكون الصرف والتحويل تحديدا. هذه الحصة تندرج من الأسبوع الرابع من الوحدة الخامسة مجال الغابة، الاسم النكرة والمعرف بأل وبالإضافة الحصة الثانية. إذن المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع. إذن أتذكر وأثبت، أميز في خطاطة بين النكرة والمعرف بأل أو بالإضافة. إذن في خطاطة سنميز بين نكرة والمعرف بأل والإضافة. إذن الاسم ينقسم إلى اسم نكرة، اسم لا يدل على شيء يكون غالبا منون الآخر، مثل شجرة، غابة. إذن اسم لا يدل على شيء يكون غالبا منون الآخر، مثل شجرة، غابة. الاسم المعرف بأل هو اسم يدل على شيء معين يأتي مسبوقا بأل، مثل الأزهار، الحديقة. الاسم المعرف بأل هو اسم يدل على شيء معين يأتي مسبوقا بأل، مثل الأزهار، الحديقة. الاسم المعرف بالإضافة كل اسم نكرة يأتي قبل اسم مجرور، اسم معرف مجرور، مثال غابة الصنوبري، كتاب رسمي. إذن اسم معرف بالإضافة كل اسم يأتي قبل اسم مجرور، هذا الاسم المجرور يسمى مضاف إليه بين قوسين، مثال غابة الصنوبري، كتاب رسمي. أرصد في البيتين الشعريين النكرات والمعارف ثم أصنفها في جدول. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. إذن ربابة ربة البيت، إذا ربابة اسم نكرة، ربة البيت ربة اسم معرف بالإضافة، ربة البيت تصب الخل، الخل اسم معرف بالألف واللام، الزيت اسم معرف بالألف واللام، لها سبع دجاجات، إذا سبع نكرة، دجاجات نكرة، وديك حسن الصوت، ديك اسم نكرة، حسن الصوت اسم معرف بالإضافة. إذا الأسماء النكرة ربابة سبع دجاجات ديك، الأسماء المعرفة بأل الخل الزيتي، الأسماء المعرفة بالإضافة ربة البيت حسن الصوت. أنقل الجدول إلى دفتري ثم أختار لكل نكرة المعرفة التي يناسبها كما في المثال. مثلا عندنا عنوان المسرحية كتاب القرآن، كتاب قرآن، صور المجلة، جريدة اليوم، إذن كتاب القرآن، عنوان المسرحية، صور المجلة، جريدة اليوم. أعيد كتابة الفقرة بعد تحويل النكرات إلى معارف والمعارف إلى نكرات. إذن جمع حطاب أعوادا يابسة فحملها إلى السوق الأسبوعي فساومه عليها أكثر من سكان القرية، كثير من سكان القرية. إذن جمع الحطاب الأعواد اليابسة فحملها إلى سوق أسبوعي فساومه عليها الكثير من سكان قريتي. إذن جمع الحطاب الأعواد اليابسة فحملها إلى سوق أسبوعي فساومه عليها الكثير من سكان قريتي. ألعب أثبت، أتنافس مع أفراد مجموعتي لرصد النكرات والمعارف الأبيات الشعرية. إذن رصد النكرات والمعارف، في حارتنا ديك أحمر وله تاج حسن المنظر. هنا لدينا حسن المنظر معرف بالإضافة، أسماء نكرة وحسن المنظر معرف بالإضافة، يتباهى بالعرف الأحمر، إذن معرف بالألف واللام، يسعى للنوم ولا يسهر بصياح، صياح نكرة، عال نكرة، يدعونا لنهب ونصحو يرجونا، هيا نخلع ثوب الكسل
ثوب الكسل معرف بالإضافة. هيا هيا نحو العمل معرف بالألف واللام. أغني مكتسباتي كل اسم خاص بإنسان ياسر أو بمكان مراكش أو بنهر سبوه أو بجبل تبقال فهو اسم معرفة لا يقبل دخول الألف واللام. إذن هنا الأسماء العلم لا تقبل بدخول ألف واللام وتعتبر أسماء معرفة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.